وأنت كصحفي تحاول أن تتلمس أو تدرك ما الذي يجري، يعني لماذا كل هذا الاستهداف؟ لكن في نهاية المطاف أنا أدرك بأن هذا هو التحدي الأساسي الذي تريد إسرائيل وجيش الاحتلال أن يفرضه علينا كصحفيين. ولذلك في كل مرة من هذه الاستهدافات كنت مصمما أن أعود إلى العمل بشكل طبيعي، حتى أن هذه العودة الأهم فيها أنه كنت مصمما أن أعود إلى العمل بنفس المهنية وبنفس الركوز وبنفس الشجاعة ودون أي تأثر بهذه الأحداث رغم وجعها الكبير، لأنني أؤمن إيمانا عميقا بأهمية هذه الرسالة الإنسانية